معكم دكتور محمد جمال فودة، اختصاص التحليل النفسي بمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم. لصاحبة هذا المركز الأستاذة سميرة سالم، بداية نقدم التهنئة لأصحاب السمو والسعادة رؤساء وحكماء دولة الإمارات، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ محمد بن زايد حماه الله ورعاه. كما أود أن أقدم التهنئة بشغف وحب لدولة الإمارات من القلب، فالإمارات محفورة بالقلب، والإمارات تعد عروس الكون، فالإمارات تحيا ويحيا شعبها. فمن أقوال المغفور له الشيخ زايد طيب الله صراه أن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني مستقبل على أساس علمي. فمن هنا بدأ الحلم مع الأستاذة سميرة في فتح بعض فصول التربية الخاصة لخدمة وتأهيل أصحاب الهمم لسنة 1999، وبمشاركة مجموعة من الأمهات تم تأسيس وفتح مركز أبو ظبي للتوحد برعاية الشيخة شمسة، وثم بعدها تم فتح مركز أو كيان لمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم سنة 2007، وما زال هذا الصرح يقدم خدماته الجليلة العظيمة التي ساعدت في تطوير كثيرا من الأولاد الذين نهلوا من خدمة التربية الخاصة وخدمة التأهيل والرعاية، حيث يقوم المركز بتقديم عدد من الخدمات، منها خدمة التقييم والتقييم النفسي التربوي الشامل. كما يقدم المركز خدمة الجلسات الفردية، جلسات النطق واللغة وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي وجلسات التربية الخاصة، كما يصاحب أيضا عدد من الأنشطة الصفية واللاصفية، على سبيل المثال توفير الغرفة الحسية، على سبيل المثال النشاط الرياضي، توفير نشاط الرياضي، توفير نشاط الكمبيوتر، توفير نشاط الموسيقى، توفير أيضا النشاط الفني. وكذلك هناك عدد من الأنشطة اللاصفية، منها الفروسية والسباحة والزيارات لبعض الجامعات والزيارات للمدارس، منها فتح المجال للمحاضرات التثقيفية والتوعوية، منها تبادل الخبرات بين المركز والمدارس الخارجية، منها تبادل الخبرات بين المركز وبعض الطلاب من جميع المدارس بالدمج المجتمعي خلال المركز أو الدمج المجتمعي خلال المدارس نفسها. وهنا النقطة الأساسية والركيزة الأساسية لرؤية صاحبة المركز فيها، وهي تمكين ذوي الهمم وتنمية قدراتهم واستعداداتهم إلى أقصى حد ممكن أن يصل إليه استعداد الفرد، والعمل على دمجهم في المجتمع والمدارس العادية. هذه رؤية لصاحبة المركز، وهي كانت رؤية حكيمة بني عليها كل ما يخص المركز من خدمات، بني عليها كل ما يخص المركز من أنشطة، بني عليها كل ما يخص المركز من أفكار، بني عليها كل ما يخص المركز من استقطاب لبرامج برامج عالمية تساعد في تطوير الأطفال، تطوير الأطفال الذين ينهلوا من خدمات المركز. وفي النهاية لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى قناتكم لتسليط الضوء على فئة من أهل الجنة، وهي فئة ذوي الهمم، والالتفاف حولهم ومساعدتهم في شتى المجالات. أشكركم جزيلا.